بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بهذا الجزء اللي يحكي على روي سالمو، يعني الجريان السطحي. انتروديكسيون، مقدمة. يقولك سيتم تقسيم المياه المترسبة على الحوض إلى مياه تم اعتراضها وتبخرها وتسللها وتصريفها. يعني المياه قالك اللي صبت كاينه منها اللي انترسبتي، كاين اللي فابوري، كاين انفلتري، كاين ايكولي. يعني اعتراضها، تبخرها، تسللها وتصريفها. يعني روي سالمو يشير الجريان السطحي في الهيدروجية إلى ظاهرة تدفق المياه على السطح. يعني صح، إنه يعارض ظاهرة التسلل، يعني ضد التسلل. التسلل يدخل تحت التربة والروي سالمو يمشي فوق الأرض. تحدث هذه الظاهرة عندما يتجاوز شدة الهطول التسلل وقدرة الاحتفاظ بسطح التربة. يعني وقت يحدث التسلل، هذا روي سالمو النهار اللي تتعمر التربة بالماء ياسر، يولي يمشي الماء فوق الأرض. صح. يحدد التدفق جميع أنماط دوران المياه الأرضية تحت تأثير الجاذبية المنحدر، والتدفق الناتج عن هذه الدورة. لجينيرو سور ليزي كولمو، يعني معلمات عامة عن التدفق. قالك هناك نوعان رئيسيان من التدفقات. كاين التدفقات السطحية وهما ليكولمو سوبرفيسيال وتكون سريعة، وكاين التدفقات البطن الجوفية وهي بطيئة، يعني هما ليكولمو سوتيرا وتكون لونت، التي تمثل الجزء المتسلل من مياه الأمطار التي تمر ببطء عبر طبقات المياه الجوفية إلى الخارج. ثانية، تنقسم التدفقات التي تصل بسرعة إلى الخارج لتشكل فيضانات التي تتدفق التي تشكل فيضانات إلى تدفق سطحي وتدفق تحت سطح الأرض. عدنا ليكولمو دو سورفاس، يعني وهو الرويسيل التدفق السطحي، أو هو الجريان السطحي. يتكون من هاشم الهامش الماء الذي يأتي بعد هطول الأمطار، ويتدفق بحرية أكثر أو أقل بحرية على سطح الأرض. تعتمد كمية الجريان السطحي على شدة الهطول وقدرتها على تشبع السنتيمترات الأولى من الأرض بسرعة قبل أن يسود التسلل والإيقاع، وهي ظاهرة أبطأ. يعني ليكولمو دو سوب سيرفاس، يعني إيبوديرميك، يعني التدفق تحت السطح تحت الجلد. يتضمن مساهمة الآفاق السطحية المشبعة جزئيا أو كليا بالمياه أو تلك الطبقات الموجودة فوق آفاق الصلصال. هذه العناصر تحدث تحت السطحية، ولها القدرة التفريق أبطأ من تدفق السطح، ولكن أسرع من تدفق المتأخر في طبقات المياه الجوفية العميقة. روحوا لحاجة واحدة أخرى يسموها الكرو إلينونداسيو، يعني الفيضان والاكتساح. نبدأ بالكرو، هو الفيضان، وهو زيادة مفاجئة أو أكثر في التدفق، وبالتالي في ارتفاع مجرى مائي بعد المطر وذوبان ثلج وارتفاع منسوب المياه وإفراغ الخزانات من السدود. يعني هذا وقت يهدر الفيضان. أما الإنونداسيو الاكتساح، هو غمر مؤقت طبيعي أو اصطناعي للفضاء الأرضي بالماء السائل. كثيرا ما يستخدم هذا المصطلح لوصف أولا فيضان نهر، ثم في فيضان على الأراضي المجاورة تنتشر المياه في الطلوات والاكتتاب الطبوغرافي. يعني ثاني، الجريان السطحي كبير جدا، سواء على أرض مزروعة يعني فيضان موحل، أو في منطقة غير منفذة حضارية. يعني الفيضان أيضا أو عواقب التمزق لهيكل الهيدروليكية الصناعية مثل خزانات المياه وسدود الأنابيب أي الزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي تسبب فيضان مفاجئ. ثاني، الصعود الناشئ لمستوى الماء يعطينا الفيضان هذا. صح. غزو مؤقت لمنطقة البحر خلال غوصة بحرية. يعني تعتبر فيضانات من مخاطر طبيعية رئيسية في جميع أنحاء العالم، وهي أكثر الكوارث الطبيعية تدمرا. خلال 1996 كان ما يقال 80% من الكوارث الطبيعية في العالم من أصل الأرصاد الجوية الهيدروليكية. هذا الشكل يعطينا أوضاع دوران الماء على
الأرض. ها وهنا لانتر سيبسو ايفابو ترانسبيراسيو، يطلع السهم يهبط يدخل انفلتراسيو، يهبط يدخل انفلتراسيو، يدخل هنايا، يدخل وشنو هو هنايا مش باين الكتيبة، هنا لي نيفو بيزيوميتريك، هنا انفلتراسيو، هنا روي سالمو سور سرفاس، وهنا لي كولمو دو ناب، وهنا لي كولمو دو فلول. يعني روحوا لي ميزور دي بارامتر دو دي بي، يعني قياس معلمات التدفق. يختلف معدل التدفق ك للمجرى المائي عند مخرج مستجمعات المياه كدالة للوقت. تقنيات مختلفة تسمح بقياس اثنين متغيرات رئيسية. أولا الارتفاع أشعة لسطح الماء المفتوح للمجرى المائي والذي يعبر عنه في الأمتار بواسطة قياس بواسطة المليمتر. المنحنى الذي يمثل أش كدالة للوقت هو راسم منسوب للبحيرات. يعني نروحوا الحاجة الخامسة ويسموها لي جوجياج بارديليس، يعني مقاييس التخفيف. يقول لك يتم تطبيق هذه الطريقة على السيول أو الأنهار شديد الانحدار، حيث يكون التدفق مضطربا أو لا يوجد قسم مناسب للقياس باستخدام بكر. يعني يتمثل المبدأ العام في الحقن في النهر بمحلول مركز من التتبع، يعني الملح أو اللون أو التلوين، والبحث في النسبة المئوية لهذا المحلول المخفف بواسطة نهر عن طريق أخذ عينات من الماء أسفل مجرى النهر، يعني صح مقارنة بنقطة الحقن. يعني هذا التخفيف على وجه الخصوص هو وظيفة التدفق المفترض أن تكون ثابتة على طول القسم المعني طوال فترة القياس. نروحوا سادسا لفيلو أنيال ديزي كولمو، يعني ميزانية سنوية للتدفق. يمثل تدفق الأوتي الكلي وهو أوتي المية، كمية المياه التي تتدفق خلال أو كل عام إلى مخرج مستجمعات المياه التي يتم النظر فيها. التدفق هو مجموع مصطلحات مؤيدة، يعني هو مجموع تدفق السطح أس، وتدفق تحت الجلد هو أش، والتدفق الأساسي أو التدفق تحت الأرض أو بي، والذي ينتج عن إفراغ طبقات المياه الجوفية. إذا الأو تي وش يساوي؟ الأو أس زائد الأو أش زائد الأو بي. صح، كمية المياه المتدفقة. صح، نبدأ الأو تي قالك هي كمية المياه المتدفقة من منطقة مستجمعات المياه. الأو أس هو تدفق السطح، أو أش هو تدفق تحت الطبقة، الأو بي هو التدفق الأساسي يعني التدفق تحت الأرض. صح. إجمالي معامل التدفق سي أو تي المحدد بواسطة النسبة بين كمية المياه المصفاة وكمية المياه المترسبة بي. إذا سي أو تي يساوي أو تي على البي. تم الحصول على معامل تدفق السطحي سي او اس من خلال حساب النسبة بين كمية المياه التي تتدفق بسرعة وكمية المياه المترسبة، يعني سي او سي تساوي الاو اس زائد الاو اش على بي. اخيرا يقول لك يعرف معامل جريان سطحي سي ار بالنسبة بين كمية المياه المباعدة من سطح التربة ومعدل هطول الامطار، يعني سي ار سي او اس على بي. هذا وش كاين في الهيدرولوجي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.